لو بتبحث عن طريقة تجيب بيها هيد شوت بالشوت جان الطويل او الشوت جان في 114 زي ما بتسميه، فاحب اهنيك لانك وصلت الفيديو المناسب. تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تحترف الهيد شوت بالشوت جان بجميع طرقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اصحابي، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده فيديو جديد اصحابي، وفيديو النهارده هو عن شرح الهيت شوت بالشوت جان 6 طلقات او الشوت جان 1114 زي ما بتسميه يا صاحبي. فلو انت مليت ومش عارف تجيب هيت شوت بالشوت جان فده الفيديو المناسب ليك. وفي البدايه اصحابي، قبل الشرح وقبل اي حاجه، خليني اشارك معكم الاعدادات الخاصه بي اثناء التصوير وتجربه الاعدادات كامله. ورجعنا لكم تاني اصحابي بعد ما شفنا الاعدادات، وحابب ابشركم ان هو شرح النهارده ان شاء الله هيبقى سهل، الطريقه سهله مش معقده، محتاج منكم بس اصحابي انكم تركزوا في الفيديو عشان ان شاء الله الطريقه اللي انا بشرحها او الطرق اللي احنا نشرحوها تنجح معاكم من اول محاوله. وخلينا اصحابي اشارك معكم بعض الحاجات البسيطه ممكن انتوا تعرفوها بس بطريقه مختلفه. في البدايه اصحابي، يعني الشوت جان ده يعتبر بندقيه صيد دقيق للغايه وقادر على احداث الكثير من الضرر بطلقه واحده لعدو غير محمي، ودي حاجه احنا متفقين عليه، مما يجعل السلاح ده صاحبي واحد من افضل البنادق واكثرها استخداما في وضع لاعب ضد لاعب. والسلاح اصحابي فيه 6 طلقات، ما ينفعش تزودها بالملحقات والكلام ده، ينفع تزودها بس بالسكنات اللي بتزود مغزى. وخلينا اشارك معاكم احصائيات السلاح بالنسبه للاسلحه الثانيه. بالنسبه للضرر 94، سرعه اطلاق النار 39، النطاق 10، سرعه التحميل 20، الدقه 10. وخلينا اصحابي في البدايه نشوف مع بعض اكتر من لقطه، وبعد كده خلينا اشرح لكم بالعرض البطيء. ولو انت كنت مركز في اللقطات اللي فاتت صاحبي، هتلاحظ ان احنا يا كنا بنحط الايم بعيد عن الخصم ونرفع الايم باتجاه راس الخصم، يا اما كنا بنجيب الايم بمستوى راس الخصم ونرفعه في اتجاه راس الخصم برضه. دلوقتي اكتر حاجه اتكرروا اصحابي في اللقطات اللي فاتت، وخلينا دلوقتي نركز مع بعض واوريكم الشرح المفصل. ولو ركزت دلوقتي صاحبي في اللقطه دي، هتلاحظ ان انا حطيت الايم بمستوى الراس هنا، وبعد كده نزلت الايم لتحت ورفعت الايم بسرعه باتجاه راس الخصم، جت هيت شوت. دي طريقه مضمونه ممكن تجربها، بس في البدايه بتعوز تدريب منك كتير، واهم حاجه تركز ان الايم بيبقى دايما يا بمستوى راسك يا بمستوى راس الخصم. وهنركز مع بعض يا اصحابي في اللقطه الثانيه، هنلاحظ ان احنا حطينا الايم تحت الخصم او تحت قدم الخصم بس بدون ما يحمر، ورفعنا الايم بسرعه باتجاه راس الخصم هيت شوت بكل بساطه. الطريقه دي يا اصحابي انا بنصح بيها للناس اللي هي الحساسيه عندهم بطيئه مش عاليه. ولو ركزت معايا صاحبي في اللقطه دي، هتلاحظ ان احنا حطينا الايم بجانب الخصم مع ان الدايره احمرت بس بدون ما تيع الخصم، ورفعنا الايم لفوق جت هيت شوت معانا. ولاحظ تاني الايم بجانب الخصم، الايم احمر بس بدون ما يجي عليه، رفعنا لفوق هيت شوت وبكل بساطه. طريقه برضو بتعوز تعود، او بمعنى اصح يا صاحبي انك تتدرب على الطريقه اكتر من مره. وهعرض لك دلوقتي يا صاحبي اكتر من لقطه، ومطلوب منك بس انك تركز. وزي ما شفت اصحابي الطريقه مضمونه 100% ومجربه، يعني انا بستعملها، ممكن تشوفها في لقطات الجلد بتاعتي هنا على القناه او على التيك توك. وكان نصيحه مهمه يا شباب، تتدرب على الطريقه او اي طريقه تانيه وانت ثابت على الدميه اللي هي في مود التدريب، بعد كده تحاول تتدرب عليها وانت بتجري او وانت بتتحرك. بعد كده نزلت مود التدريب جربتها برضو على الناس تحت، او جربت في رومات او في الرانكد او كلاش سكواد، اي مود، المهم انك مع التكرار هتحترف ان شاء الله. وده كان شرح النهارده اصحابي، اتمنى يكون الفيديو فاتكم. واهم حاجه صاحبي، ما تنساش تشاركني تجربتك في تعليقات او تبعتلي على انستجرام، ولو واجهتك اي مشكله كلمني على انستجرام ما تترددش. ولو انت حابب نتكلم في اي موضوع تاني اكتب لي في التعليقات او على الانستجرام. ويا اصحابي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، تروح تابعني على التيك توك بنزل لقطات جلدي هناك كويسه، تتابعني على الانستجرام عشان تبقى معايا اول باول. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.